السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان في حد طالب مني طريقة لتلميع الذهب والنحاس، طريقة سهلة وبسيطة جدا. الحاجة دي موجودة عند العطار، إن شاء الله 100 جرام نشادر ونص كوباية مية زي كده، هنكب النشادر في المية وهنقلبها. لو في مثلا يعني شوية دوني يتحط عشان النشادر ريحته بتبقى شديدة، يعني شوية دوني هتبقى عاملة معطر معاه، شوية صابون صغيرين تمام، أي حاجة تبقى معطرة عشان النشادر ريحتها بتبقى شديدة متعبة، ويا ريت لما تيجي تستخدمها أو تستخدميها ما تقربش منها ولا تشمها. هنقلب إن شاء الله النشادر كويس لحد ما تدوب. نشادر من عند العطار 100 جرام نشادر على نص لتر مية، يعني 500 جرام مية بس كده ولا أي حاجة تاني. وهتجيب قطنة بقى، سفنجة، شوفي الحاجة اللي أنت عايزة تلمعي بيها أو الحاجة اللي عايزة تلمعيها بالسفنجة أو القطنة. هتلمع معاك النحاس والذهب، نحاس وذهب، نشادر ومية. الحاجة دي مجربة يا جماعة، مش بتتعمل وخلاص، الحاجات دي مجربة والحمد لله بتبقى بتجيب نتيجة كويسة جدا. النشادر هتبقى بستة جنيه سبعة جنيه 100 جرام بس كده، وهنجيب القطنة وناخد ونلمع كده في ايدينا. شكرا.